حتى في فيلم من الافلام كل الناس اخذوا فيها جوائز، اللي اعتقد العار ده كان العار اه قلت حتى بتاع الكلاكيت اخد جايزه وانا ما اخدتش ريجيسير اخد جايزه. اه فده كان مضايقك الموضوع ده جدا. ما كانتش مضايقني، انا خدتها هزار. عارفه ليه؟ لان انا كنت على خلاف مع رئيس الجمعيه اللي بتدي الجوائز، فهو قال لا حسين فهمي ما ياخدش جايزه. فكلموني قالوا لي الصبح، انا هقول مين اللي كلمني، استاذ عبد الحي اديب الله يرحمه كان استاذي، قال لي يا حسين اعتذر عشان تاخد الجائزة. قلت له انا مش هعتذر ومش عايز الجائزة. بس انا